السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلبة والطالبات الأعزاء، طلاب شعبة اللغة الإنجليزية، بنلتقي النهاردة في محاضرة جديدة من محاضرات مادة الـ Tax Accounting 2. زي ما شفنا مع حضراتكم في المحاضرة السابقة، كنا بدأنا نتكلم على ضريبة الـ Value Added Tax، أو اللي بنختصرها أغلب الوقت وبنعتبرها بالحروف الأولى من كل كلمة وبنسميها اختصارا الـ VAT. كنا خدنا فكرة عامة عن الـ ذات، وعرفنا بعض الضوابط الخاصة بها، عرفنا فلسفة الدولة ان هي تعمل imposing للذات، واهم جزء عرفناه حاجتين الحقيقة كانوا: الحاجة الاولى ان في عندنا بعض الريتس مختلفة عن بعضها، لكن اللي بنسميه الستاندرد ريت بيكون دايما 14%. لكن شفنا مع بعض وهنأكد النهاردة على المعلومات ديت بشكل اوسع، فكرة ان في عندنا بعض الـ reduced rates، وفي بعض الحاجات بتخضع بنسبة zero، وفي بعض الـ exemptions من الـ VAT. كمان عرفنا ان الـ VAT تعتبر ضريبة او بنسميها indirect tax. indirect tax شرحتها بالتفصيل وقلنا ان هي مش بتراعي الظروف الشخصية للممول، بمعنى هي بتفرض على الـ commodities regardless الحالة المادية بتاعت الشخص اللي بيعمل لها البرتشيسنج، غني فقير، القصة كلها خاصة بعملية الconsumption. الحل الوحيد انك تقدر تعمل avoidance للpayment of the VAT ان انت حضرتك تشوف السلعة دي عليها VAT، انا ما اقدرش، انا مش عايز اعمل لها consumption، لكن بخلاف كده حضرتك ما ينفعش، حضرتك مش تبع الجهات المنصوص عليها ان هي ليها بعض الاكزيمشنز، زي ما شفنا ما يتعلق بالامباسيز، زي ما شفنا ما يتعلق بالكونسوليتس، زي ما شفنا حاجات متعلقه بالمينستري اوف ديفنس والمشروعات التابعه ليها. لكن احنا كنيتشرال بيرسونز او جيوريديكال بيرسونز مش تابع الفئات ديت، وبالتالي دايما اي حاجه بنعملها بنشتريها او بنستخدمها في حياتنا بتكون دايما سبجكت للفات، الا لو كانت حاجات فيها إعفاء صريح لكل المستخدمين. وهنعرف مثلا حاجة زي الخبز المدعم ما عليهوش تاكس، ما عليهوش فات. في بعض السلع بعد نفس الشاكلة ما عليهاش فات. النهاردة بنستكمل كلامنا في chapter number 2، وإن شاء الله هنخلصه ونكمل في chapter number 3. chapter number 2 بيتكلم باستفاضة عن القصة اللي كنت شرحتها المرة اللي عدت، هنرجعها سريعا مع حضراتكم في بيج 17 في الـ second part من الكتاب. بيقول لي tax rates، بيعرفني الـ general rate إن هو بنسبة 14%. قصة إن الـ rate كان 13% دي قصة كانت temporary في وقت ما، يعني كان سنة 2016 لما طلع القانون إدى فترة انتقالية إن الـ general أو الـ standard rate بنسبة 13%، وقال إن في شهر 8 على ما أتذكر هتكون سنة 16 تقريبا، إن هتكون الـ rate بنسبة 14%. لكن إحنا خلاص حاليا إحنا بنتكلم في سنة 20، فمؤكد إحنا تخطينا مرحلة الـ 13%، فطبيعي النهاردة إحنا بنتعامل دايما بفئة الـ 14%. هتقول لي طب يعني كده عمري ما هحتاج نسبة الـ 13. اقول لحضرتك دي هتوقف على البوليسيز بتاعة التاكس، يعني احنا النهاردة المفروض ان عدى على الكلام ده، يعني 17 18 19 ده العام رقم 4 اللي هو احنا فيه دلوقتي 20، فطبيعي لو كان في عمليات تشيكينج بتحصل لبعض الاقرارات او اللي هي التاكس ريتيرنز اللي كانت بتتقدم سنة 16 او اوائل سنة 17، إذا كانت في بعض منها كان في بعض أو كان بعض الإقرارات فيها البرسنتج وقتها كانت 13%، كان ده الريت بتاعها، يبقى حضرتك هتبقى محتاج تعرف إن الحاجات اللي في الوقت ده كانت النسب بتاعتها 13. لكن أي إقرار بيتقدم من الفترة ديت حتى الآن وفي المستقبل ما لم يعني يحدث تغيير، يبقى دايما هنتعامل على إن السيلز بتاعة الشركة اللي متقدمة في التاكس ريتيرن اللي طبعا بيتقدم زي ما اتفقنا بشكل مانثلي، ده بخلاف القصة بتاعت التاكس of juridical persons او الناتشرال بيرسون، دي بتكون بتقدم بشكل annually، لكن هنا بتتقدم بشكل مانثلي.
فدايما هتأكد طالما ان هي بعد الديتس ديت يبقى لازم يكون عندنا ال rate 14% باعتبار ده general rate. لكن زي ما اتفقنا مع حضراتكم ان في حاجة عندنا اسمها low rate. low rate اللو ريت ده قلنا بيرتبط بعمليات الماشينز اند الايكوبمنت سواء كانت لوكال او امبورتد، ما مش هتفرق بالنسبه لنا، بس بشرط نفتكر مع بعض قلنا used only for commodity or service production. لازم بتكون الماشين او الايكوبمنت اللي حضرتك عملت لها البرتشيسنج بتستخدم في ايه؟ ان انت بتعمل مانيفاكتشرنج للكوموديتيز بتاعتك، او بتعمل ال production of the service، او بتعمل rendering للسيرفيس بتاعتك، تعتبر زي معدات مساعده لحضرتك ان انت تأدي الخدمه او تنتج السلعه اللي هي بتبقى subject للtax بعدين. بيقول زي ما اتفقنا مع بعض as per a decree to be issued by the minister of finance shall be 5%. لكن قلنا كان في عندنا exemption او exceptional case من القصه ديت اللي هي الباسز والفيكلز، اي اتوبيسات نقل اي مركبات دي مش بتصنف او ملهاش علاقه بالانتاج، فبالتالي هو لازم بيبص لها ان هي حاجه فعليا بتسهم في الانتاج بشكل دايركتلي. يعني جبت وينش، جبت ما اعرفش حاجه بتنقل المواد الخام من مكان لمكان، او الفاينل برودكتس بتاعتك من مكان لمكان، قال لك لا دي مش تبع القصه، دي مش ماشين، دي مش بتحط فيها. يعني حتى كنت استخدمت الاكسبريشن ده في المحاضره اللي فاتت، الفيلم بتاع فؤاد المهندس، انت مش بتحط فوق وتطلع قماش الناحيه الثانيه. لو التوصيف ده موجود يبقى دي تعتبر ايكوبمنت او ماشين، وبالتالي ما عندناش مشكله تبقى بتخضع لللو ريت او ريديوسد ريت ب 5%. لكن طالما ان هي حاجه مش بتستخدم بشكل دايركتلي في المانيفاكتشرنج او ريندرنج ذا سيرفيسز، لا اذا هي بتخضع بالسعر العادي اللي هو 14%. كنا بعد كده عرفنا ان الزيرو ريت ده مرتبط بعمليات الاكسبورتس الصادرات، وده قلنا هدفه يعمل انكوريجمنت لعمليات الاكسبورتنج، علشان يعني ان احنا التصدير ده بالنسبه لنا بيجيب عمله صعبه بتساعد في عمليات الامبورتنج اللي الدوله بتعملها او الانفستورز، ان يبقى عندنا وفره في الفلوس نقدر نجيب بيها الكوميديتيز اللي بنحتاجها من الدول الأجنبية، أو بنسدد اللونز اللي علينا أو الانترست المرتبطة باللونز اللي الدولة واخدها. الزيرو ريت هنا بقى ليه ضوابط الحقيقة، بمعنى هو أي عمليات اكسبورتس هي خاضعة بالفعل للتاكس بس بنسبة زيرو، بس قالك في ضوابط معينة لازم تستوفيها. بيقول لحضرتك في حالة الـ exported commodities، ده موجود بالتفصيل عندكم في بيج 18، بيقول the exporter should follow the applicable customs procedures and should maintain for a period of 5 years the relevant documents and the documents evidencing the completion of the export process including the export certificate issued by the commitment custom house or any equivalent official certificate from the custom bodies. يعني حضرتك علشان تقول انك عملت صادرات يبقى لازم نسأل بتوع الصادرات. مين بتوع الصادرات؟ الجمارك، هي اللي بتعمل لك عمليات الابروفال للتصدير، وبالتالي حضرتك لازم يكون معاك سيرتيفيكيت من الكاستمز اثوريتي بيشهدوا ان حضرتك صدرت المنتج الفلاني، الكوانتيتي او الفوليوم بتاعك كان مبلغ او اسف كميه معينه او رقم معين، 1000 كرتونة، 100 طن، معرفش كام ايه، كام عبوة. لازم يعمل انديكيت للكلام ده، المنتج ده فعلا اتصدر، المنتج ده الكوانتيتي بتاعته كانت قد كده، القيمة بتاعته كانت قد كده. اذا من غير ده يبقى حضرتك ما عملتش تصدير، لان ما ينفعش تعمل عمليات تصدير بدون ما يكون معاك تصريح من الجمارك على عملية التصدير. خلاص، يبقى ده من الحاجات المهمه جدا جدا. كمان حضرتك دايما في الفات بيشترطوا ان انت كل الدوكيومنتس بتاعتك، كل الدوكيومنتس بتاعتك تكون موجوده لمده 5 سنين. ليه؟ هو علشان في العادي في التاكس في مصر فتره التشيكنج بتاعه الدوكيومنتس بتاعتك او الريكوردز بتاعتك كتاكس بير
بتكون دايما في حدود 5 سنين. يعني احنا النهارده، وده اللي خلاني بقول لحضرتك ان انت برضو خليك فاكر ان كان من كام سنه نسبه 13%. لان فرضا النهارده انت قلت احنا عايزين نعمل كنترول على شركه معينه، يعني كلمه كنترول انا اقصد بيها زي تفتيش. رحت الشركه ديت قلت انا عايز ملف الشركه ديت من اقصى حاجه نقدر نجيبها، فالقانون بيضمن ليك اخر 5 سنين فاتوا. فاحنا في سنه 20 شهر ابريل، يبقى حضرتك لو رجعت لورا كده معاك لحد شهر مارس او ماي 5 سنين، يبقى 19 سنه 18 سنه 17 16 15، يبقى معاك لحد شهر ماي سنه 15. طب اللي قبل كده لا، ما مش من حقك، حصل عمليه تقادم اكسبايرد خلاص، يقول لك انا كده ما مالكش علاقه بيا. الضرايب سواء انت كنت مقدم التاكس ريتيرن صح او غلط يقول لك خلاص انت ما حسيتنيش ليه في وقتها. ده الشرط اللي بيقول لك لازم فكره التقادم الخمسي، فلازم يكون عندك دايما الدوكيومنتس بتاعه 5 سنين لورا. هتقول لي طب فرضا انا قفلت السنه اللي عدت، اقول لك ما انا ممكن لو لقيت خطا التاكس اثورتي عملت تشيكنج السنه دي او كنترول لقيت خطا عندك السنه دي، هو مش بالضروره يكتفي بمعالجه خطا السنه دي، وارد يقول لحضرتك لا ممكن يكون كان في اخطاء موجوده السنه اللي فاتت او اللي قبلها او اللي قبلها، بس احنا ما كناش مركزين معاك. فبعد اذنك عايزين كل الدوكيومنتس بتاعتك، عايزين كل الريكوردز بتاعتك علشان نتاكد ان اللي فات كله كان سليم، كان اكيوريت، ما كانش في اي عمليات فرود في التاكس ريتيرن اللي كنت حضرتك بتقدمها لنا علشان تدفع طبعا تاكس اقل. طب ده بالنسبه للكوموديتيز اللي هي الحاجه تنجبل بالنسبه لنا، شايفينها ماسكينها الجمارك شايفاها، لكن فيما يتعلق بالاكسبورتد سيرفيسز، الاكسبورتد سيرفيسز هيمسكوها ازاي؟ دلوقتي انت مثلا في مصر بعت كهرباء للسعوديه او ليبيا او فلسطين اي دوله، اثبت لي بقى ان انا بعت لهم كهرباء، فين الافراج الجمركي؟ مفيش. ففي ضوابط اكتر يعني، او اللي هي ايفيدنس بشكل مختلف بما يتناسب مع ذا نيتشر اوف ذا سيرفيسز علشان عمليه الاكزمشن او اللي هي الزيرو ريت تطبق عليها. فبيقول لي فور اكسبورتد سيرفيسز ذا ديلينج بتوين ذا سيرفيس بروفايدر ان ايجيبت اند ذا ريسيبيانت abroad should be proven by the service contract or by any other evidence compatible with the nature of the service. Additionally, the following documents should be provided. يعني حضرتك اصلا عشان تعمل عملية exporting لل services بتاعتك الديفولت ان في contract. يعني النهاردة لما مصر هتصدر كهرباء لدولة تانية، انا مش هفتح المولدات بتاعتي علشان تنتج كهرباء لدولة تانية من غير ما يكون في اجريمنت او كونتراكت كاتبين فيه كل الديتيلز، زي هو عدد الميجات اللي مصر هتصدرها كام. طيب هل في اوقات بتكون الـ في مصر عندنا فائض سيربلس في الانتاج بتاع الالكتريستي بتاعتنا، ففي الوقت ده ممكن نبيع للدول اللي بره بسعر ارخص شويه، ان احنا كده كده بالنسبه لنا ديت تعتبر يعني حاجه مش مستغله ولا هي ثابته؟ طب اليونت بكام؟ طب سعر البترول غلي او زاد؟ طبيعي ده كله بيكون موجود فين؟ بيكون موجود في الكونتراكت. يبقى الفيصل اللي يقدر يخلي التاكس اثوريتي عارفه كويس قوي الاماونت اللي انا خدته مقابل تاديه السيرفيسز ديت كام، بيكون كل ده موجود في الكونتراكت اللي بين الطرفين بتوع العمليه. بيقول لي مش عارف عايزين كربون، دي بس just for your information يعني. A carbon or electronic copy of the tax invoice or certificate payment. حاجة تأكد ان حضرتك حصلت الفلوس، لان الكونتراكت ان انت تاخد فلوس من الطرف التاني. الحاجة التانية a copy of the document proving the payment of the service price via a bank transfer from abroad to a bank regulated by the Central Bank of Egypt. يعني حضرتك انت الطبيعي شركة بتأدي خدمة داخل مصر، فطبيعي خدمات الشركة داخل مصر subject للtax بنسبة 14% لأن ده الجنرال أو الستاندرد ريت. لكن أنت ممكن جزء من إنتاجك كخدمة، هتقول لي ده خدمة عادي، المشكلة خدمة زي ما أديت مثال واضح من شباب بالكهرباء، أدي مثال واضح جدا جدا، أنت بره بتأدي بعض الخدمات
بتنتج في مصر بس بيتم استخدامها بره. المثال الواضح ليها زي ما قلت الكهرباء. فاذا هي الخدمه دي لو اتباعت في مصر عليها تاكس، اتباعت بره مصر بتعامل معامله الاكسبورتس وبالتالي ما عليهاش اي نوع من الفات لان هي خاضعه بنسبه زيرو. يبقى الاول انا عايز شهاده تثبت ان حضرتك بعت الخدمه دي بره مصر، يبقى اول حاجه تثبتها بالكونتراكت. والطبيعي ان انت بعت الخدمه الطرف اللي بره يحول لك المقابل بتاعها، يبقى لازم المقابل ده ما يدخلش بقى جيبك وتقول للدوله على فكره ادوني 2000 جنيه، ادوني 2 مليون، لا ما جاز ادولك 10 مليون، جاز انتوا في العقد كاتبين 2 مليون وفعليا اتحول لك 10. فلازم عمليه الترانسفير من الجهه اللي بره للجهه المصريه تتم عن طريق تحويل بنكي، بنك ترانسفير، ومش اي بنك، لازم يكون بنك ريجوليتد باي ذا سنترال بنك اوف ايجيبت، بنك بيخضع لاشراف البنك المركزي المصري، بحيث ان اللي هيقوم فعلا بالابروفال بتاع الترانسفير هو البنك المركزي المصري. فهيلقط الرقم على طول يبلغ بيه وزاره الماليه، الجهه الفلانيه جالها تحويلات قيمه 10 مليون. يبقى حتى انت لو عايز تلعب الكونتراكت رقم، في الواقع برضه الترانسفير هيكشفك، وده طبعا كله مقصود بيه ان ما يحصلش عمليات تهرب ضريبي. بيقول لي طب بالنسبه للتاكس ريتس اون سميجلد سيلز، سميجلد سيلز، السميجلد سيلز اللي هي السلع المهربه، هل ما عليهاش تاكس؟ يعني واحد النهارده جاب سلعه من بره مصر دخل التهريب، الطبيعي دي مهربه بغض النظر بقى عن الشق الجنائي في الموضوع ولا الشرطه ولا القضاء، هتدفع تاكس. بس امتى بقى تدفع تاكس؟ على انهي ريت؟ على نفس الريت بتاع السلعه. يعني مثلا السلعه دي فرضا مهرب ملابس جاهزه، يبقى نشوف هي الملابس الجاهزه في مصر الريت بتاعها كام، 14 ولا ليها رقم تاني مختلف؟ هي 14 خلاص يبقى هي 14. طب امتى هنفرض الضريبه؟ هنفرضها على الوقت اللي هنمسك فيه وقعت التهرب. يعني الشرطه مسكت الراجل ده، هنعتبر يوم ما اتمسك الراجل ده بيهرب البضاعه ده التاريخ بتاع الوقعه اللي بنسميها الوقعه المنشئه للضريبه. خلاص. بعد كده احنا دلوقتي بنقول اللي عرفناه التاكس ريتس، هنبدا بعد كده نعرف التاكس تشارجبيلتي، فرض الضريبه بقى بالتفصيل. احنا بنتكلم على الريتس حتى الان، لكن بقى الحسبه بتمشي ازاي هنعرفها بالتفصيل لما نبدا نتكلم على اللوكال كوموديتيز. احنا عندنا في لوكال كوموديتيز، سلع بتنتج محليا. فالتاكس اون لوكال كوموديتيز امتى الدوله اصبح من حقها التاكس؟ بيقول لي is due at the time of selling by taxable persons. Is due at the time of selling by taxable persons in all stages. في كل المراحل. Of circulation. Regardless of the method of selling including the electronic means. حضرتك عندك مصنع. أنتجت السلعة. بعتها لتاجر الجملة. دي تعتبر عملية سيلينج وفيها imposing للتاكس. تاجر الجملة خدها باعها للريتيلرز، تاجر التجزئة، تاجر التجزئة استلمها أصبح دي وقعت بيع من تاجر الجملة فيها تاكس. الريتيلر باعها لينا احنا الفاينل كلاينت، فدي وقعت بيع تالتة. يبقى شوف نفس السلعة كل عملية سيلينج حتى لو مش المقصود بيها ان الطرف اللي بيعمل عملية البرتشيزنج هو الطرف الكونسومر، هو الطرف المستهلك، لا معناها ملهاش علاقة. فكرة الانتقال بنية البيع، ركز قوي في الكلام ده وهنعرف بعد شوية تاني، بس ركز فيه من دلوقتي عشان يبقى سهل علينا. الانتقال الترانسفيرنج لازم يكون في الانتنشن of selling. فمن المصنع لتاجر الجملة ده بيع،
تاجر الجملة للتجزئة ده بيع، التجزئة للمستهلك ده بيع. لأن بعد شوية هنعرف إن انتقال السلعة من المين أوفيس في القاهرة مثلا لبرانش بتاعه موجود في الصعيد، ده مش عملية سيلينج، لأن الانتنشن أوف سيلينج مش موجودة، الانتنشن أوف سيلينج مش موجودة، والبرانش هنا هو مجرد الحاجة اتنقلت من مكان لمكان علشان يتم بيعها. هتقول لي طب ما ده موجود في حالة المصنع بيبيع لتاجر الجملة، ايوه بس ايه العلاقة بين الاتنين؟ مفيش علاقة. لكن بالنسبة للمين اوفيس والبرانشز بتاعته ما دي نفس الشركة، زي في حالة حضرتكم درستوا في الكوست ان في عندنا حاجة اسمها البروسيسنج، نظام المراحل. انتقال السلعة من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية ما يعتبرش سيلينج بأي حال من الأحوال. هتقول لي طب ما طبيعي ان ده بيحصل جوه نفس المصنع، وفرضا بيحصل في مصانع مختلفة. يعني فرضا النهارده احمد عز عنده مصنع او مصانع في اسكندرية ومصانع في القاهرة، فرضا نقل انتاج من مصانع القاهرة جزء فيه تم وجزء لسه ما تمش علشان يروح لمصانع اسكندرية يكمل تصنيعه هناك او العكس. جاز المصنع نفسه فيه جزء منه موجود في 6 اكتوبر وجزء موجود في العاشر من رمضان، ومعرفش جزء موجود في 15 مايو والكلام ده. كل جزء موجود او كل قسم موجود بيعمل عملية manufacturing لبارت من الفاينل برودكت، او بيعمل تمهيد. لو بتكلم على حديد ده معرفش بيعمل استخراج ولا تنقية، وده بيعمل صهر، وده بيعمل معرفش صب، وده بيعمل درفلة. ده ما يعتبرش باي شكل من اشكال عملية سيلينج. بنفس الاتباعية في عمليات الكونسايمنت المؤكد درستوها في السبيشالايزد، في دايما في عمليات الكونسايمنت انتقال البضاعة من البرنسبل او الكونساينر للايجنت بتاعه او الكونسايني ما تعتبرش عملية سيلينج، لان برضو الانتنشن انا مش بقول له خدها لاستهلاكك، انا بقول له خدها بيعها، فكأنه اصبح البديل بتاعه، الظل بتاعه اللي بيتولى عملية سيلينج. بيعرف بقى قانون الفات، بيعرف السيل بالنسبة له، السيل اللي عليه ضريبة. The sale shall mean transfer of the commodity ownership from the seller to the purchaser. يبقى ده التعريف الواضح، فكرة الownership. فنرجع كده لورا شوية. هو في حالة المين اوفيس والبرانش البضاعة لا تزال ملك المين اوفيس والبرانش مجرد مكان توزيع. في حالة الكونساينر والكونساينين البضاعة طول الوقت بتظل ملك الكونساينر. دور الكونساينين ان هو يقوم بعملية السيلينج مقابل كوميشن. طب في اي وقت حصلت مشكلة؟ حتى كنا بنقول دايما فرضا الكونساينين افلس، دخل في حالة بانكروبسي، وجات الناس الكريديتورز بتوعه قالوا احنا هنعمل قضية وهنصادر كل الحاجات بتاعته تتباع في تندر او مزايدة او مناقصة. فهنا المفروض ان حاجة الراجل الكونساينر موجودة عند الكونسايني. هي موجودة هي فعليا موجودة. بس الاونرشيب، يعني نفرق بين الاكزيستنس والاونرشيب. فالاكزيستنس هي موجودة هنا عند الكونسايني، لكن من حق الكونساينر يبعت عربيته الناس تقول له ازاي ومش ازاي، يقول لهم دي انتوا مشكلتكم مع الكونساينين، لكن دي بضاعتي كنت شايلها عنده زي امانه. يبقى دايما السيل اللي القانون بيعتبره هو ده جوهر فرض الضريبه، ان يكون في عمليه ترانسفير اوف ذا اونرشيب. طب بيقول لي ايه الحاجه اللي ممكن ناخدها ك ايفيدنس ان الترانسفيرنج تم؟ قال لي اول حاجه، طبعا بيقول لي واحد من دول مش كلهم مع بعض، اللي خد بالكم اللي هقوله ده just one condition منهم او one action بيقول لي كده ان السيل تم. طب انا واحد فيهم؟ اي واحد اللي يحصل. طب يعني ايه الفرق؟ انا باخد اللي يحصل اسرع واحد في التلاتة، اسرع واحد في التلاتة ده بيعتبر هو اللي حصل او اللي انشأ الضريبة. اول حاجة issuing of the invoice، فاتورة. delivery of the commodity، البضاعة وصلت لمخازن المشتري. الحاجة الأخيرة payment of price of commodity، إنك دفع حصلت التمن، سواء كان in full
or part. سواء حضرتك حصلت الفلوس كاملة أو عربون أو جزء. يبقى شوف اللي هو مش هتفلت، مجرد ما تحصل حاجة من دول يبقى أنت كده أصبحت subject للتاكس. طب حضرتك عملت issuing of the invoice، طلعت فاتورة بس ما حصلتش، لا خلاص في تاكس. هتقول لي ما هو بيقولك بعد كده لازم يكون في عملية البيمنت اللي بالنسبة لنا الكوليكشن. يعني أنا النهاردة بعت بضاعة لأحمد، أحمد عمل البيمنت دفع لي 100 جنيه، أقول له يا أحمد 114، ليه؟ عشان ال 14 هي التاكس بتاعت الفات. يبقى أنا كده مفترض أخد المية لنفسي وأدي ال 14. طب أحمد ما دفعليش، أنا برضه هسجل على أحمد 114. يعني أحمد هياخد فاتورة مني مش ب 100، 100 بلس الفات 14. يبقى لما أصدر فاتورة لا لازم أضيف عليها كلمة الفات. أي حاجة بتحصل من دول اللي بتحصل as early as possible هي دي اللي بتبقى بداية وجود الضريبة، ويبدأ يعدلك ان انت بعد الكلام ده بمدة معينة هنعرفها بالتفصيل بعدين اصبحت دخلت في اطار التهرب الضريبي. بيقول لي طيب in case of distribution of commodity through agents movement of the commodity from taxable persons to agent isn't considered a sale event اللي لسه كنا بنتكلم فيها. امتى طيب تفرض الضريبة؟ It shall only be due however upon its actual sale by the agent to account of taxable person. لازم الوكيل يبيعها لطرف ثالث. طب لو رجعها للكونساينر ما خلاص ده مش سيل، ده يعتبر رجع البضاعة للأونر بتاعها. لذلك بيقول لي The following acts shall not be deemed taxable sales. أول واحدة فيهم بيقول لي transfer ownership of a commodity on death. يعني حاجة النهاردة واحد كان فتح محل، الراجل ده بيبيع مستلزمات معينة subject للtax أو منتجات معينة subject للtax. الراجل ده مات، فأصبح كل واحد من الورثة ليه جزء من البضاعة ديت. لا دي طبعا ما عليهاش tax لأن فعليا هو ما تمش سيل من الراجل اللي توفى او الست اللي توفت للطرف اللي بعد كده، فده ما يعتبرش واقعة سيل باي حال من الاحوال. الحاجة التانية any product a person produces by himself and for himself or his own use and such product isn't intended for producing another commodity or service to be sold to others. يعني ايه؟ حضرتك النهاردة جبت مكنة في البيت عندك، مكنة غزل بنات مثلا، افترض معاني غزل بنات ده خضع للضريبة، مكنة بتعمل منتج، يعني خلينا نقول مثلا الفشار خضع للضريبة فرضا. حضرتك جبت مكنة في البيت، المكنة ديت بتعمل فشار، بس انت المكنة جايبها بتعمل فشار بتستخدمه انت، بتعمل غزل بنات بتاكله انت، جايب مكنة بيتفرخ بتعمل كتاكيت، الكتاكيت دي بتكبر بتكبرها وتعملها فراخ وتاكلها. يبقى اذا دي ملهاش علاقه بالتاكس خالص، ملهاش علاقه بالفات، وكل الانتاج اللي بتنتجه تستهلكه براحتك ما عليهوش فات، بس بشرط ما تبيعش منها بشلن، بلاش شلن يمكن بعضكم ما حصلوش، ما تبيعش منها بجنيه، ما تبيعش من انتاجها بجنيه. لو بعت من انتاجها بجنيه يبقى كله 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 سواء بتبيعه او للسيلف يوز ده كله اصبح سبجكت للتاكس. يبقى شوف الشعره اللي هنا، هتقولي طيب ما جايز انا انتجت زياده، يقولك لا ما انت هتنتج زياده مالناش دعوه، ممكن تكون انت فعلا بتبيع بقى جايبها اصلا علشان تبيع، بس انت بتقول ان انت جايبها لاستخدامك الشخصي. بيع لو مسكت علبه واحده بتطلع من عندك بتتباع للناس، اذا ده معناه ان انت بتستخفني كدوله. يبقى حضرتك كل البرودكشن بتاعك سواء للسيلف يوز او لاغراض التريدنج ده كله اصبح سبجكت للتاكس. طب بالنسبه ده كده ما يتعلق باللوكال كوموديتيز. طب بالنسبه للامبورتد كوموديتيز بيقول لحضرتك tax shall be payable on the imported commodities regardless of the importation purpose thereof.
حضرتك مستوردها ليه؟ مالناش دعوه. استخدامك الشخصي هتبيعها، ده ملوش علاقه بالموضوع. بدليل لو انا النهارده عايز استورد عربيه من اوروبا ليا كشخص، العربيه هناك رخيصه، عربيه زيرو بتاعت السنه دي عاملاها 12 13 الف يورو، يعني 230 240 الف جنيه، في مصر العربيه دي عامله نص مليون جنيه. المفروض بقول لك انت كده لنفسك ما عليكش تاكس. لا عليك تاكس، عليك تاكس. يبقى هتجيبها لنفسك. طب ومعرض العربيات لما بيستورد اللي برضه علشان يبيع برضه بيدفع تاكس. يبقى هنا عمليات الامبورتنج كل السلع بغض النظر عن غرض الاستيراد ايه دايما بتكون سبجكت للتاكس. طيب التاكس بقى بتدفع امتى؟ بتدفع مجرد ما بيحصل الكاستمز ريليز، الافراج الجمركي. الكاستمز ريليز، حضرتك وانت خارج من الجمارك تلاقي كده باب ضريبه القيمه المضافه، لو سمحت انت رايح فين؟ انت خلصت الافراج الجمركي، تعالى بقى ادفع التاكس. هنعرف بالتفصيل بعد شويه ازاي بنحسب الارقام بتاعه الفات في حاله الافراج الجمركي. بناكد ودي نقطه مهمه جدا جدا، تاكس shall not be due on the transit commodities. سلعة جاية من الإمارات راحة على المغرب بس نزلت قاعدة أسبوع في مطار القاهرة أو قاعدة أسبوع في حاويات قناة السويس، ده مش جاية علشان يحصل لها عملية ال consumption في مصر، دي مجرد بتريح، الطيارة بتريح، السفينة بتريح، مفيش سفينة فاضية دلوقتي، السفينة اللي كانت جاية خط سيرها آخر مصر وترجع بلدها، نشوف سفينة تانية، أي مكان السبب. حتى لو كان الترانزيت بيتم بشكل بري، فرضا سلعة جاية من السودان رايحة ليبيا وعدت عندنا في مصر، نفس المنطق، ترانزيت مفهوش أي نوع من التاكس، قال لي بس بشرط. اللي يضمن لي إن الترانزيت ده ما يكونش حاجة وهمية؟ اللي يضمن لي كدولة ان حضرتك بتقول دي ترانزيت، وتيجي الكراتين او الصناديق تفضيها وتهربها داخل مصر وتكمل الصناديق الباقية فاضية تروح الدولة التانية، او تفضي نص الشحنة في مصر وتكمل الباقي بصناديق فاضية. فقال لك في شرط مهم جدا جدا، ايه هو؟ provided that such commodities are transported under the control of the customs authorities in accordance with the rules stated in the customs law. حضرتك بقى كل اللي هتعمله هيكون تحت اشراف الجمارك، سلطات الجمارك بقى، جمارك ميناء القاهره البري، ما اعرفش ميناء اسكندريه، ميناء بورسعيد، السلطات بتاعه الموانئ المصريه بشكل عام. تسمع اللي هيقول لك عليه، قال لك هتجيب لواري معينه، هنجيب عربيات تبع الجمارك والحاجه جواها، مفيش مشكله. اي معارضه من حضرتك للكلام ده ان انت بره السوبرفيجن أو الـ control of the customs authority، إذن أنت ناوي تتهرب ضريبيا، وبالتالي العملية مش هتتصنف كترانزيت، والدولة بالتالي هتقول لك ادفع التاكس اللي عليك. الـ local services بقى، احنا كده خدنا الـ commodities سواء local أو imported. بيقول لي the tax shall be due upon rendering the service by taxable person regardless of the method of rendering or circulation including the electronic means. زمان كان يتمسك يقول لك ان لازم يكون في الدوكيومنتس موجوده والكلام ده. دلوقتي بداوا خلاص يعني يواكبوا التكنولوجي وبيعترف بحاجه زي الايميلات، ده يعني جالك ايميل معين ده بيعترف بيه ان هو دوكيومنت. جات لك الكترونيك انفويس برضه بيعترف بيها ان هي تعتبر حاجه ايفيدنسنج، موثقه او ذات دلاله، يعني بالنسبه له بيعترف بيها. ايه بقى المناسبه اللي تخلي الدوله تفرض تاكس على السيرفيسز؟ بيقول لي حاجه مشابهه للي شفناها هناك في الكوموديتيز، بيقول لي issuing of the invoice rendering the service او payment of the price of service. اي اكشن من دول الثلاثه، اي اكشن، دايما بنفتكر مش مع بعض، واحد من الثلاثه. طب انه فيهم افضل؟ اللي بيحصل earlier هو ده اللي بيعتبر اول حاجه بتحصل، ده خلاص كده بيعتبر
عملية تمت، وبالتالي في imposing للتاكس. بعد كده في الimported services، الimported services الخدمات المستوردة. In tax becomes chargeable at the event of benefiting from the service in Egypt, whether such service is rendered by a person who is a non-resident of Egypt or in Egypt, or by an agent thereof, or via electronic means, or any other means. الimported services على سبيل المثال، لو شركة أجنبية مأجرة لشركة مصرية كابل بيحمل خدمات الإنترنت، وبالتالي الشركة ديت بتأدي الخدمة من بره مصر، ولكن الخدمة بتؤدى داخل مصر. يعني ده مثال واضح لحضراتكم. إذن قال لي طيب دلوقتي التاكس تتفرض إمتى؟ تتفرض بمجرد ما يتم أداء الخدمة. يعني حكي النهاردة الشركة اللي بره ممكن تقولك أنا هدفعك in advance، يعني الإيجار بتاع الكابل أو خدمات الإنترنت أو السيرفرات اللي متأجراها الشركات المصرية عندي دول تانية، ممكن يقولك تدفع لي في البداية كل شهر أو كل سنة أو بعد ما تأدي الخدمة. إحنا في مصر عندنا مرونة في القانون بتاعنا، الوقت اللي انت هيحصل فيه حاجة من دول إنك تاخد تدفع الفلوس للشخص اللي هو عمل لك الخدمة، أو إن حضرتك بالفعل تستفيد بالخدمة، أو إن حضرتك يصدر الفاتورة. هتقول له طيب بيقدر الخدمة إزاي؟ يعني حاجة زي الإنترنت دي مثلا، يعني إيه قدر الخدمة؟ هنا بقى بنقول ديت خدمة depends on time. A service depends on time. يعني إيه؟ حضرتك باختصار شديد جدا، خدمة زي خدمة التاكسي او القطر، انا ركبت القطر هدفع فلوس، ما ركبتش مش هدفع، ما دي سيرفيس. ركبت التاكسي هدفع فلوس، طب ما ركبش التاكسي مش هدفع فلوس. دخلت المطعم المنيو بصيت فيها الاكل ما عجبنيش، هطلع مش هدفع فلوس. طبعا ايه لو كان نزل لي ميه ولا حاجه، دي قصه تانية. لكن النهارده انا بتكلم على باقه بتاعه مكالمات عاملها، عدى الفتره بتاعه الباقة، انا كده بالنسبة لي الباقة سواء كان فيها الرصيد او ما فيهاش ما مش هينفع اكمل، لازم ادفع تاني. هتقول لي بس ممكن يحصل ترحيل، دي حاجة تانية. لكن بتكلم حضرتك طب فرضا ما شحنتش، هيرحل لك الباقة القديمة؟ لا، يبقى دي زي ادفانتج بيديها لك، بس بشرط ان انت تعمل رينيوال، تدفع للي بعديه. طب حاجة زي الانترنت، لو عندك خط ارضي وعندك باكج 140 جيجا، الشهر خلص خلاص، حضرتك متأجر شقة أو سكن، الشهر قعدت فيه 3 أيام في السكن وبقى الشهر قعدت في بيتكم مع أهلك في وسط أهلك وقرايبك، هتدفع 3 أيام بس؟ لا، هتدفع الشهر كله. يبقى هنا في بعض الخدمات بالنسبة لنا بنعتبر إن هي الماتوريتي بتاعتها ملهاش علاقة باليوزنج خالص بتاع السيرفيس على الإطلاق، لكن بتعتمد دايما على فكرة التايم لاين، الوقت بيحصل له الباس. مالناش دعوه بقى حضرتك شكل الاستفاده بالخدمه ايه، احنا اسفين ما مالناش علاقه، تدفع. طب حاجه زي لما بقول مثال ضربته خدمات زي الانترنت، ده قايمه على الوقت. خدمات زي الانشورانس، خدمات التامين، قايمه على عنصر الوقت. الوقت خلص، الشهر انت مامن على محل عندكم لمده سنه، السنه خلصت والمحل ما حصلش فيه حاجه، تاني يوم بعد التأمين ما خلص المحل حصل فيه حاجة مش كويسة، هتروح تقول للشركة الحقوني، يقولك لا احنا الكونتراكت بتاعنا خلص. هتقول لهم انا مأمن ضد خطر الحريق، يقولك بس الكلام ده ended yesterday، انت النهاردة مش تحت الكفر بتاعي. ليه؟ انا بديك خدمة مش باي اكشن، مش متوقفة على حدث، لا هي معتمدة بشكل كبير الاكشن ده يحصل خلال التايم لاين اللي احنا محددينه مع بعض، او التايم فريم. اتمنى تكون واضحة كل ما يتعلق باللوكال او الامبورتد كوموديتيز، اللوكال او الامبورتد سيرفيسز. انا مش عايز غير اللي بقوله،
وعلشان كده انا بخطط، يعتبر بخطط مع حضراتكم في الكتاب اللي احنا بنقراه، هو ده اللي احنا مطالبين بيه. طب لو انا بعمل using of personal consumption or special usage، حضرتك بقى بتاخد بعض الحاجات للpersonal use، ايه وضعها في الاعراب؟ بيقول لي برضو احنا عارفين في التكس مفيش تكس without text، في نص موجود بيقول كده. فبيقول لي using a commodity and service for personal consumption or special usage or disposing of it in any legal way is considered a kind of sale which renders it subject to VAT. ما تفرقش، بعت حصل سيلف كونسامبشن مالناش دعوه، وده اللي قلناه من شويه لما كنا بنتكلم على لو حضرتك جبت مكنه غزل بنات او فشار في البيت وبعت، يقول لك كله سبجكت للتاكس. يبقى السيلف كونسامبشن بالظبط بيعامل معامله السيل. طيب امتى التوقيت؟ يعني انا خلاص اتفقنا ان التاكس ريتيرن للفات بيتقدم مانثلي. طب دلوقتي انا المفترض عملت سيلف كونسامبشن احطها في انهي اقرار؟ بنفس فكره السيل، انت النهارده في شهر ابريل حصل سيلف كونسامبشن من بعض الكوموديتيز بتاعتك او البرودكتس بتاعتك خلال شهر ابريل، يبقى حضرتك مشكورا لما تيجي تقدم التاكس ريتيرن اوف ابريل حضرتك هتحط السلع اللي حصل لها استخدام شخص خلال ابريل مع السيلز بتاعت ابريل بس كده. طيب ايه اشكال السيلف او البيرسونال يوز؟ مش بس ان انا استخدم بنفسي، مش بس ان انا استخدم بنفسي، انا ممكن اوزع بعض المنتجات هدايا على الموظفين اللي عندي. قال لك لا، ده تعتبر برضو في نفس حكم البيرسونال يوز. انا ممكن اطلع شويه اتبرع بيهم، اتبرع براحتك، بس التبرع ده قصة تانية. لو بتكلم على البروفيتس، ضريبة البروفيتس، لكن بتكلم على الفات لا، تتبرع عليه بالسلع. في بعض الكيسز بس دي حاجات معينة في القانون، لكن في النورمال انا اتبرعت لابن اخويا، انا اتبرعت لابن عم انه من الفقراء، ما ينفعش الكلام ده. فده طبعا القانون هنا كان حقيقة واضح جدا، وده بيحاول قدر الامكان يقلل ال تاكس ايفيوجن، تاكس ايفيوجن تهرب الضريبه. بس يعني الجزء اللي انا قريته بس اللي هنركز عليه، بياكد في بيج 22 على الكيسز ديت ما تعتبرش عمليه بيرسونال يوز وبالتالي ما فيهاش ضريبه. فبيقول لي في تلت الصفحه The following items shall not be taxable. Transfer of the commodity from a production stage to another production stage among the production lines inside or outside the factory. يبقى حضرتك ممكن يكون عندك المصنع كتلة واحدة، أو في عنابر جوه متقسمة، أو مباني متقسمة، أو مدينة المدينة. لا، ما مفيش أي تاكس لأن مفيش عملية سيل تمت. الحاجة التانية بيقول transfer of the commodity from production locations or commercial warehouses to distribution outlets owned by the same registered person. نفس الحكاية، حضرتك النهاردة بتنتج في 6 اكتوبر بس المخازن بتاعتك في مدينة نصر، ما مش عملية سيل، ما انت بتنتج عايز تفضي مكان في الفاكتوري بتاعك علشان تقدر تحط فيه النيو برودكتس بتاعتك. الانتاج اللي بيطلع دلوقتي هيتحط فين؟ بيترص لحد ما يتستف في كراتين ويروح المخازن. فطبعا ده ما يعتبرش اي نوع من السيل. نقطه بعد كده اللي هي 2.6 cessation and liquidation of the activity. حضرتك بقى قررت تصفي، تقفل النشاط بتاعك، هل في فات ولا مفيش؟ هتقول اللي انا عارفه ان الفات دايما بتكون على الجزء اللي تم عمليه السيل. برضه حضرتك في وقت الليكويديشن بنعتبر الانفنتوري اللي عندك كانه اتباع. اتباع لمين؟ اتباع لك انت.
هتقول لي دي ازاي ديت؟ انا الميركانت، انا التاجر. اقول لك ما حضرتك هتقفل النشاط، فكانك قبل ما تقفل كنت ميركانت، بعت نفسك اللي هو بعد ما قفلت اصبحت فاينل كلاينت. شوف اللفه ازاي بتاعت التاكس. هتقول لي طب وليه الكلام ده؟ هنعرف هي دي حقيقه مظبوطه جدا جدا، هنعرف بعدين ان انت لازم يحصل ده. لان ببساطه يعني حضرتك انت لما بتشتري من التاجر اللي قبلك بتدفع تاكس، انت كتاجر بتجزئه بتدفع تاكس. لما بتيجي تبيع للمستهلك اللي بعدك بتاخد منه تاكس، بتعمل ديسكاونت، خصم او ديدكتنج. انت كنت دافع كام لما اشتريت من تاجر الجمله؟ فرضا دافع 14 جنيه، لما بعت للي بعديك بعت له التاكس اللي خدتها منه كام؟ 16. بتحط ال 14 في جيبك مقابل ال 14 اللي دفعتها لتاجر الجمله، يبقى كده تدفع للدوله 2 جنيه بس. فهمت؟ فيبقى دلوقتي حضرتك المشكله هنا في حاله الليكويديشن ايه؟ ان انت الانفنتور اللي عندك ده وقت ما اشتريته حضرتك المفترض ان انت كان في تاكس دفعتها، وجيت قدمت اقرارك للضرايب، قلت انا الشهر ده مش دافع لكم تاكس. ليه؟ لان انا اشتريت ودفعت كتير، ده انا ليا عندكم. وقعدت بعدها شهرين ثلاثه كل ما تقدم اقرار بتاعك تقول لا انا لسه بعت وخدت تاكس، بس التاكس اللي خدتها لسه ما غطتش التاكس دفعتها للراجل قبل كده. انا دافع له 10000 جنيه تاكس او 14000 جنيه تاكس، على المبيعات اللي بعتها الشهر ده بعت في تاكس 2000، انا كده استرديت 2000 بس، لسه لي عندكم 12000. فانت اصلا في جزء اخدته من فلوس الضرايب. انا عارف ممكن تكون مش واضحه دلوقتي علشان هي لسه هنعرفها في نهايه المنهج، خلاص. يبقى بشكل عام اي عمليه ليكويديشن بتستدعي ان يحصل امبوزنج للتاكس على الانفنتوري الموجود في المحل او مع تحت ملكيه الشخص اللي هو الاونر اللي هو المسجل بالنسبه لي. طب دلوقتي لو قلت ان الكونساينر بعت بضاعه للكونسايني، الكونسايني بيصفي، هيحسب تاكس على البضاعه بتاعته، بس مش هيتحسب تاكس على البضاعه اللي هي تبع الكونسايمنت، لان هي الاونر شيب بتاعتها لا تزال مع الكونساين. العكس، الكونساينر هو اللي بيصفي، يبقى لازم الكونسايني دي مش بضاعته اللي عنده اللي هي بتاعت الكونسايمنت، يبقى الكونساينر لازم يدخل البضاعه اللي هي عند الايجنت بتاعه او الكونسايني بتاعه، يدخلها ضمن حسبه الفات، مش مجرد الانفنتوري اللي موجود في مخازنه في القاهره، لا لازم برضو يدخل الانفنتوري اللي موجود في الوير هاوسنج بتاعه الايجنت بتاعه في اسيوط او في سوهاج او في المنيا او في اسكندريه او في اي مكان تاني. الفري زونز مش يعني بقراها بكل تفاصيلها او بقراها براحتك. هندخل دلوقتي على تشابتر نمبر، شو السلايد قلبت ومفيش سلايدات اصلا. تشابتر نمبر 3 بيتكلم تشابتر نمبر 3 على ارقام. بقى هنبدا نتكلم على ارقام. احنا كل اللي فات بنتكلم في الفلسفه بتاعه الريجوليشن، الفات ريجوليشن. تعال بقى نتكلم على ارقام، ازاي بتحصل الكالكوليشنز بتاعه الفات. في فاليو بنسميها التاكسبل فاليو، القيمه الخاضعه للضريبه. اول حاجه عندنا في التشابتر بتاعنا بتقول local commodities and services the value which should be adopted as a basis of tax assessment of taxable local commodities and services shall be the amounts collected from the purchaser or the service recipient under any name as long as such amounts are related to commodity sale or service provision and all incidental in case of the sale في الباراجراف الثاني of a commodity or provision of service free of charge or at lower price the value payable shall be computed according to the market forces and transaction conditions. الكلام ده الحقيقة مهم جدا جدا،
ويمكن وضحت في محاضرة سابقة فكرة كانت، بس كان طبعا في ما يتعلق بالاسوشيتد بارتيز، الاسوشيتد بارتيز، الاطراف المرتبطة. حضرتك النهاردة بعت السلعة بسعر اقل من سعر السوق، ليه؟ واي؟ ايه الحاجات اللي هي لوجيكال عشان يحصل ده؟ ممكن يكون فعلا في عندك حالة هبوط في الطلب في السوق، مفيش اي نوع من الديماند بالنسبه لك او الريكوست ان احنا عايزين نشتري او عايزين السيرفيس بتاعتك، فانت بدات تعمل سيل، تخفيض، اوفرز. هنا فعلا دي كونديشنز بقى، يبقى هنا الضرايب تقول لك خلاص. لكن حضرتك ممكن تكون بتعمل مجامله، معامله بين البيرنت كومباني والسبسيدرز بتاعتها، معامله بين واحد وصاحبه، واحد وقريبه. هنا يقول لك لا، هنعترف بما يسمى الماركت فورسز، يعني هو اكسبريشن مع بعض يعني بيعبر عن مفهوم سعر السوق، سعر السوق المحايد هو ده. لو كانت ترانزاكشن في النورمال كونديشنز، الشخصين الطرفين في الترانزاكشن دول ما فيش بينهم اي ريليشن، اي بريفيوس ريليشن، اذا السعر كان كام؟ 60 جنيه، هي ب 60، انتوا بقى المفروض دلوقتي بعتوها بكام؟ ب 40. لا اسفين، احنا كضرايب ادفعوا مع بعض اللي انتوا عايزينه، يا رب تدفعوا تتم الصفقه بخمسة جنيه ببلاش. اللي خلى حضراتكم لسه قايلها من دقايق، فكره انك لو خدت السلعه للبيرسونال يوزج عليها تاكس، ما بالك لما تكون بتبيعها؟ يقول لك لا، يا رب تبيعها لي برضه ببلاش. لكن احنا بنشوف الماركت فاليو، الفير ماركت فاليو، السلعه دي في السوق بكام، وهو ده الاماونت او الفاليو اللي تاخد على اساسها او بتعتبر كتاكس بيسز او التاكس بيس. فبيقول in this case the following shall be observed. بيبدأ بقى يتكلم على بعض القضايا، بيقول لي trade and cash discount. A trade discount isn't included in taxable value of commodity or service if the sale is carried out between registrant seller and an independent buyer, provided that tax base shall be the value actually paid. حضرتك النهارده التريد ديسكاونت اللي هو الخصم التجاري، يعني حضرتك بتروح بتلاقي سلعه ب 100، شاطب عليها كاتب لك عليها 90 جنيه، خلاص يبقى 90 ديت هي السبجكت للتاكس، لانه فعليا لما يدي حضرتك الانفويس هيكتب لك 90، بس ال 90 بلس ال 14% اللي هي الفات. لو كتب 100 وكتب تحتها خصم تجاري كده لا، ما هي لو خصم تجاري حضرتك عارف انت راجل يعني في رابعه تجاره وفاهم، الخصم التجاري ما بيظهرش فيه الانفويس، ما بيظهرش. ممكن انواع تانية من الخصومات زي خصم الكميه يظهر في الانفويس، ممكن الخصم الكاش ممكن يظهر في الانفويس، لكن التريد ما بيظهرش، التريد مش بيظهر. بيقول the discount based on prior pricing decisions as in the case for the trade discount given on the occasion, the occasion of the occasions, occasions and or on the occasion of holidays and school entry. اللي هي الأوكازيونات بتاعتنا، موسم دخول المدارس يلا أوكازيون ولا تخفيضات، موسم أعياد يلا تخفيضات، يلا موسم دخول المدارس تخفيضات. فبيقول ان هي ده حاجه بتبقى يعني عاديه، اللي هي خلاص التاكس عارفه ان في الوقت ده اي اقرار بيتقدم لها او فواتير طبيعي ان بيكون دي اصلا فتره اوكازيون بالتنسيق مع وزاره التجاره او وزاره التموين. بيقول لي but، يبقى هنا بتتكلم كان فات على التريد. بيقول لي but cash discount isn't excluding from taxable value of commodity or service that is not reflected in the tax invoice and that the recognition of the discount may sometimes enrich the seller at the buyer's account with the amount of tax deducted of the due tax on sales. يعني باختصار حضرتك في الكاش ديسكاونت لازم يكون written في الانفويس، ولازم يكون في متابعه ان فعليا حصل تحصيل
للفلوس أثناء فترة الديسكاونت. يعني بمنتهى البساطة، حضرتك النهاردة بعت بضاعة وقلت إن فيها كاش ديسكاونت 3/8N20، 3/8N20. يعني حضرتك بتدي الشخص ده خصم نسبة 3% لو عمل البيمنت during the first 8 days من تاريخ، من تاني يوم من عملية السيل اللي تمت، أو الماكسيمم بالنسبة له إن يدفع خلال 20 days. حضرتك لو ده مكتوب في الانفويس ماشي، بس بشرط، بشرط إن يكون فعلا الراجل دفع. تقدم الانفويس بقى بتاع الكولكشن. أنا قلت له 8 days وأنا بعت له يوم 7 في الشهر، يبقى نعد من تاني يوم 8 9 10 11 12 13 14 15. لو جيت بعد كده ارفقت بالكلام ده حضرتك ان الراجل ده عمل البيمنت يوم 20، اذن طبيعي ان حضرتك تدفع ذات على الرقم كامل. فلو هو القيمه بتاعه الفاتوره كانت 100، حضرتك هتتحاسب من الضرايب على 100. ما تقوليش اصل كان في، ما هو الراجل ما دفعش اثناء فتره الديسكاونت، وبالتالي هو سدد لك ال 100 جنيه كامله، مش جزء منها خده ككاش ديسكاونت. طب قدمت انفويس بيثبت ان الراجل ده عمل لك عمليه البيمنت يوم 13 في الشهر، لا الضرايب هنا تحاسبك على الرقم الصافي بعد الديسكاونت، تحاسبك على الرقم الصافي بعد الديسكاونت. ليه؟ لان انت معاك ايفيدنس او دوكومنت بتعمل سبورتنج لكلامك ان فعلا كان في كاش ديسكاونت، والراجل فعلا عمل عمليه البيمنت during the period of the cash discount، وبالتالي هو benefited from the cash discount، هو استفاد منه. حاجه تاني اللي هي sales by bartering، السيلز باي bartering، المقايضة. حضرتك اديتني 5 كراتين من سلعة معينة وانا اديتك 7 عبوات من سلعة معينة. هنا المفترض بقى الفاتورة ما فيهاش قيمة، لان احنا بنقول ده مقابل 7 ما عرفش ايه، وده مقابل 4 ما عرفش ايه، يعني كمنتجات products. هنا الضرايب بتقولك الحسبة سهلة، الطبيعي ان المنتج ده ليه value في السوق والمنتج ده ليه فاليو في السوق. يعني حضرتك النهارده انا اديتك مثلا 5 كراتين من سلعه معينه، الكرتونه ب 1000، الكرتونه ب 1000، يبقى بالنسبه للضرايب من ناحيه مصطفى كممول كشخص تاجر، يعني يا مصطفى انت بعت بضاعه الواحده ب 1000 جنيه في 5 عبوات او باكج، يبقى دي 5000 جنيه بلس 14% فات. خلاص انا ماليش علاقه بقى بالخمسه، انا اللي يهمني ال 5000 ديت عليها 14% فات، يبقى الفات اللي مفروض ادفعها هنا 700 جنيه. حضرتك اديتني 8 عبوات من حاجه معينه، بالنسبه لك العبوه من دول بقيمه فرضا 1000 جنيه فرضا، يعني هي طبعا المقايضه بتكون الارقام متقاربه في العادي، انا مش هديك حاجه ب 1000 وهي تساوي 200، انت مش هتقبلها بافتراض، يعني خليك نفهم القصه بالظبط. يعني اديتني حاجه مقابل اللي انا اديته لك، رغم اللي انا اديته لك يعادل 5، حضرتك اديتني حاجات تعادل 8000 جنيه. الثمانية جت منين؟ ده سعرها العادي بدون مقايضة. هنا الضرايب تقول لك بس بالنسبة لأحمد، أحمد باع لمصطفى 8 كراتين الكرتونة ب 1000، يبقى 8000 جنيه. يبقى الفات 8000 في 14% وطفر الرقم طلع كام؟ شفت القصة ماشية إزاي؟ يبقى هنا مش بيقول لك خلاص ده بتاع ده، لا. قد يكون في العادي ان السلعة اللي انا اديتها لك انت اديتني سلعة بنفس القيمة بس الكم مختلف، دي كراتين، دي ازايز، دي معرفش كرتون، علب كرتون يعني، دي علب بلاستيك، دي معرفش سلعة تلفزيون، ده معرفش زبادي وجبن وبتاع. الطبيعي ان انا هتقول التلفزيون ده 5000 جنيه مثلا وانا محل بتاع سمنة وحاجات غذائية، هتيجي هديك سلعة برضو ب 5000، ده النورمال يعني، بس انا مش باخد منك فلوس، فبتبقى العملية عملية بارترنج، عملية مقايضة. الحاجة اللي بعد كده الانستولمنت سيلز، الانستولمنت سيلز طبعا بتخضع للتاكس حتى لو كان الفلوس ما تحصلتش.
خلاص ده بس نخلينا متفقين على الكلام ده. لكن بقى في قصة ظريفة كده الضرايب عاملاها، ان حضرتك مش بس بتدفع تاكس على الانستولمنت سيلز اللي هي المفترض ما تحصلتش بكامل قيمتها، ولكن كمان بيقول لك طبيعي ان الانستولمنت سيلز فيها انترست. فانا فرضا عندي سلعه بعتها ب 100 جنيه، لما جيت ابيعها از انستولمنت بعتها ب 115، فكان في 15% از انترست. قال لي حلو، الانترست ديت سبجكت للتاكس ولا لا؟ قال لي والله ال 100 في كل الكيسز سبجكت للتاكس. طب ال 15؟ قال لي تقارن مع الريت اوف ذا ديسكاونت بتاع البنك المركزي اللي عدى علينا في كذا حاجه قبل كده. المبلغ اللي في حدود الديسكاونت ريت، الكريدت اند ديسكاونت ريت ديكليرد باي ذا سنترال بانك اوف ايجيبت، ده ما فيش مشكله بالنسبه لنا كتاكس، مش هنبص فيه. لكن النسبه الزياده دي هتتضاف وتبقى سبجكت للتاكس. اذا باختصار او بشكل عملي، لو حضرتك بتكلم على برودكت، لو بتكلم على برودكت السعر بتاعه ب 100 والانترست بتاعته 15، ال 100 في كل الكيسز عليها تاكس 14% في المية قد 14 جنيه. الانترست 15 والكريدت اند ديسكاونت ريت بتاع السنترال بانك بنسبه خلينا نقول 10%. كده في زياده، لان في 10 من ال 15 دي تمام، لكن الخمسه الزياده لا، دي بتدخل كانها جزء اضاف لل 100 يحسب عليه فات. فكانك حسبت فات على ال 100 اللي هي الاوريجينال برايس، وحسبت فات على الخمسه، ف 14% ب 70 قرش. يبقى كده حضرتك العمليه بالنسبه لك الفاتوره هتحط ال 115 بلس كام؟ 14 جنيه على ال 100 فات بلس 70 قرش على ال 5 جنيه اللي هي الزياده فات. فكان كده القيمه الاجماليه هتكون 115 المبلغ زائد الفايده بلس 10 جنيه 70 قرش اللي هي ضريبه الفات، يطلع بالظبط الرقم 125 جنيه و70 قرش. طب لو كانت العمليه ما فيهاش انستولمنت، يبقى 100 ده الاوريجينال برايس بلس 14 جنيه الفات 114 جنيه. خلاص، يبقى هي هنا المشكله بالنسبه لنا. معلش انا اسف، الرقم اللي جمعته غلط. 114 ده كده الفات بلس 15 بتاعه الانترست، ادي 129 بلس 70 قرش اللي هي الضريبه على ال 5 جنيه الزياده على سعر الخصم والائتمان. يبقى كده بالظبط الاجمالي بتاع الفاتوره 129 جنيه و70 قرش، منها 14 و70 قرش فات، والباقي ده اللي هو البرايس بلس الانترست بتاعه الانستولمنت. البلاتينيوم والجولدن يعني مش هنركز فيها، هنكتفي بالكم ده. يعني كنت حابب انك ننجز كم اكبر، بس علشان ما تبقاش المحاضره تقيله على حضراتكم، المحاضره الجايه باذن الله هتكون بنسبه 95% منها او اكثر ارقام عملي. فارجو ان دايما يكون الكتاب مع حضرتك، عشان في بعض الاحيان هنلاقي في اخطاء في بعض الارقام هنحتاج نعدلها مع بعض. فعلشان حضراتكم ما تتوهوش، استاذنك كتابك قدامك تخطط فيه معايا وتشوف اي مشكله في رقم علشان تعدلها باستمرار. بتنتهي المحاضره بالنسبه لنا. اتمنى تكون واضحه لحضراتكم، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبه شهر رمضان الكريم. ان شاء الله يكون شهر خير وسعاده علينا جميعا باذن الله، ونعدي الازمه اللي العالم كله موجود فيها باذن الله بكل خير وسلام. لحد ما اقابل حضراتكم باذن الله في المحاضره الجايه، أتمنى لكم جميعا التوفيق. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.